مبادرة ابدأ واحدة من أهم المبادرات الوطنية اللي ليها علاقة بملف الصناعة. إيه المتوقع من ابدأ؟ المتوقع منها نتائج كتيرة جدا، وده مش كلامنا برضو، ده كلام الناس اللي اشتغلت على الموضوع، اشتغلوا على دراسات الجدوى ليه، شافوا الأسواق ماشية ازاي، احنا عايزين ايه من الدولة والدولة عايزة مننا ايه، المجتمع المدني يدخل ازاي مع الأهلي، يدخل ازاي مع المؤسسات الحكومية وهكذا. الأستاذ عبد الرحمن عمر وهو مدير المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة مبادرة ابدأ أكد أنه المبادرة بتهدف لتحقيق التمكين الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، غير أنها كمان بتستهدف بحث لسبل دعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي وبالتالي زيادة الناتج المحلي مع دورها في زيادة الوظائف المباشرة والغير مباشرة. الحقيقة أنه كل كلمة من الكلمات اللي أنا قلتها دلوقتي دي يعني المفروض نعمل عليها حلقة، لأن كل كلمة من اللي أنا قلتها دلوقتي دي هي في علوم الاقتصاد هي مؤشر من المؤشرات الاقتصادية الحيوية جدا. يعني عندما نتحدث عن دعم الصناعة، زيادة إنتاج محلي، زيادة ناتج محلي، زيادة وظائف مباشرة وغير مباشرة، فنحن نتحدث هنا عن مبادرة مهمة جدا. وبالتالي لمزيد من التفاصيل والمعلومات عن ابدأ أو مبادرة ابدأ، معنا هاتفيا الأستاذ عبد الرحمن عمر عضو مبادرة ابدأ. يا صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور يا فندم. نتائج كثيرة مرجوة من مبادرة ابدأ، خليني أبدأ مع حضرتك من النهاردة. النهاردة المبادرة إزاي انطلقت؟ الأمنيات منها إيه؟ والشغل بدأ إزاي يا فندم؟ لأنه الحديث عن ملف الصناعة هو حديث الحقيقة محوري ومهم جدا في وقت اقتصاديات العالم كله بتعاني فيه. تفضل يا فندم. هي المبادرة بدأت بالتأكيد من السيد الرئيس في برنامج رئاسي ببحث ملف الصناعة ونقدر نطوره ازاي ونقدر نبني على النجاحات اللي عملتها الدولة المصرية في الفترة اللي فاتت ان احنا نعزز نشاط الصناعة في الاقتصاد. وده بالفعل احنا اشتغلنا عليه من 12 شهر تقريبا او اكتر، لغاية لما بدأت تظهر النتائج اللي حضرتك يمكن لسه كنت بتعرضي مشروع المعدات الثقيلة دلوقتي، ده احد النتائج اللي بدأت تبشر بالخير يعني. ولكن خلينا نتكلم برضو عن مصر بشيء تاني يخلي المستثمرين يفضلوا الدخول للسوق المصري. احنا بنتكلم النهارده عن حجم سوق فيه 104 مليون مواطن قوه طلب، ده بخلاف الموقع الاستراتيجي لمصر ان احنا نقدر ننفذ لاسواق الاسواق العربيه او الاسواق الافريقيه. فده النهارده حافز جيد جدا للمصنعين ان احنا نقدر نصنع للإنتاج المحلي الخاص بينا وكمان نستهدف اسواق للتصدير. وده يمكن برضو تم استعراضه في وانا بشاهد الحلقه كده في سوق اسف في مصنع المعدات الثقيله، ان هو مستهدف برضو اسواق للتصدير، خصوصا ان كمان افريقيا هي فيها دول كتير بتحتاج منتجات احنا نقدر ننتجها في مصر ونقدر ننفذ بيها للاسواق الافريقيه. ده بالنسبه لفكره المبادره والتكليف اللي بدا فيها. طيب بالنسبه للمبادره وتكاملها مع حياه كريمه، هل النهارده واحنا بنتكلم عن حياه كريمه شغاله بقالها 5 أو 6 سنين الحمد لله لمست كل قرية في مصر وكل ناجع في مصر، ولكن احنا النهارده بنحتفل ب3 سنين لحياة كريمة، لكن هي الرؤية الحقيقة والرغبة كانت عند الرئيس من قبلها، لكن يعني البداية الفعلية لحياة كريمة النهارده 3 سنين يا فندم. 3 سنين يا فندم بس يعني انت عارفة دايما الرئيس بيعلن عن الحاجة بعد ما يكون اشتغلت فترة قبل الإعلان. فأنا بقى يعني بفكر احنا شباب برنامج رئاسي بنتكلم بقى في الفترة الحقيقية اللي بدأت حياة كريمة فيها. تمام. النهارده احنا بقينا عايزين نوصل لفكره التمثيل الاقتصادي لكل مجتمع مصري. يعني ما يبقاش في عندنا اجزاء من المجتمع لسه عايشه على الاعانه، لا خلاص بقى متمكن اقتصاديا ان هو يعيل نفسه وقائم على دخله، بقت توفرت لي العناصر الكامله ان هو قادر ان هو يعول نفسه بنسبه 100% بدون اعانات. طب ده عشان احنا نعمله باختصار هنلاقينا بندرس كل قريه وكل مركز نقدر نقومه ازاي اقتصاديا بحيث ان احنا نوفر فيه فرص صناعه ممكنه او فرص تصنيع حرفي ممكنه، وفي فعلا مراكز ليها تخصصات معينه، يعني في حاجات مشهوره بيها كل مركز جوه مصر نقدر نعول عليها ان المراكز دي تنجح قدام. طيب انا عايزه هنا بس اتكلم في نقطه مهمه قوي. دلوقتي حضرتك بتتكلم على فكره انه احنا بندخل القريه بنشوف احنا ايه الفرص الاستثماريه او الصناعيه اللي ممكن تكون موجوده قدامنا. انا هنا اول حاجه هتيجي على بالي العنصر البشري،
المصري معروف ان هو مرن في التدريب والتعلم والتعليم، يعني هو يقدر يعلم ويتعلم بسرعه. فكره التدريب هل هي محطوطه ضمن خطه مثلا قوميه؟ يعني هل انا مثلا النهارده بقول والله انا عندي القرى الفلانيه دي اللي هيبقى فيها مبادره ابدا فيها الفرص الاستثماريه او الصناعيه 1 2 3 محتاجه تدريب او برامج تدريبيه عباره عن 1 و2 و3، ده لما يتعمل ده ازاي بنفكر فيه وازاي بدانا نشتغل فيه؟ لانه انا عندي يا فندم كوادر بتطلع من محافظات في مصر الحقيقه هايله، وحقيقي بجد المصري معروف انه حتى تعلم النو هاو عنده سهل، هو بيعرف يكتسب بسرعه المعلومه حتى قبل ما تكون المهاره نفسها. هو بالفعل يا فندم التدريب بالنسبه لنا هو محور كامل، لان فكره ان انا اقوم صناعه من غير عماله مدربه هي فكره مستحيله طبعا، فلذلك محور التدريب بالنسبه لنا هو محور كبير جدا، ولما بنشتغل بيه بنشتغل بيه في برامج خاصه مع رجال الصناعه. يعني بنشوف كل مصنع محتاج ايه البرامج اللي محتاجها، وهل البرامج دي متكرره في اكثر من مصنع او اكثر من حرفه، وايه البرامج الاساسيه واحنا عندنا عجز في العماله فيها قد ايه، ونبدا ندرب الناس على البرامج اللي عندنا احتياج فيها، بحيث ان العامل اللي يتم تدريبه ان شاء الله يكون لاقي فرصه عمل كويسه ليه، لان احنا ما بندربش غير على بناء على احتياجات تم دراستها بالفعل. طيب فرص العمل يا فندم حضرتك اشرت ليها وانا كنت بتكلم عليها في البدايه، فرص عمل مباشره وغير مباشره، وضح لنا الفرق، لانه احنا في ملايين ممكن تكون بتتابعنا وبتتفرج علينا حتى لاحقا على يوتيوب وعلى صفحاتنا على التواصل الاجتماعي، ازاي ممكن يبقى دي ابواب امل تفتح امام عدد كبير جدا من الناس اللي حاليا ما بتشتغلش او بتشتغل ولكن حابه جدا ان هي تدخل لعصر جديد او لعهد جديد ليه علاقه بالصناعه المستقبليه وبفرص ابدا بتوفرها؟ الفرق البسيط ما بين العماله المباشره والغير المباشره، تعالي نفترض ان في تجمع صناعي او مجمع حرفي اتفتح في اي مكان ما في مصر. المباشره كل العماله اللي هتشتغل في المجمع ده من عمال ومهندسين دول عماله مباشره على هذا المجمع. طب الغير مباشره الناس اللي هتوصلهم مثلا سواقين الميكروباص او سواقين اللوكسات اللي هتوصلهم، لو حد فتح مثلا وليكن مقهى او مطعم علشان العماله اللي شغاله دي بتاكل او تشرب او بتحتاج خدمات ثانيه، فدي بتبقى فرص مباشره نتجت نتيجه ان المجمع ده اتفتح. الناس اللي هتشتغل في الشحن والنولون الخاص بالبضائع اللي بيتم تصنيعها داخل المجمع، ما دي بتبقى فرص زياده. اي لوجستيات حوالين المشروع ده هي فرص مباشره او غير مباشره؟ دي بتبقى هي اللوجستيات اللي حوالين المشروع دي بتبقى غير المباشره، المباشره الناس اللي هي اوريدي قاعده شغاله الفور جوه المشروع. مظبوط. كلمة أخيرة يا أستاذ عبد الرحمن أحب حضرتك بعد إذنك توجهها دلوقتي لأي حد بيسمعنا، تحب تقول له إيه عن إبدأ ببساطة شديدة جدا ومن خلال اللي بيتم إنجازه وموجود على الأرض بالفعل؟ إبدأ يعتبر حلم الصناعة المصرية النهاردة، خصوصا إن الدولة النهاردة بتناقش الصناعة بكل طاقتها، وإن شاء الله نقدر نرفع الصناعة للأمام الفترة اللي جاية. نأمل ذلك بإذن الله. الأستاذ عبد الرحمن عمر عضو مبادرة إبدأ، جزيل الشكر يا فندم لوجود حضرتك معنا.